من قبلكم وإياكم أن تتقوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بشيرا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا